رانا على مشارف انهاء التصحيح الاول. بالنسبه للعلامات علامه جد مقبوله بالنسبه لي، نصحح ماده الرياضيات علوم تجريبيه. اختيار الموضوع كان بنسبه كبيره للموضوع الاول، نتائج جد مشرفه هذا العام. بالنسبه للعلامات، نعم بالنسبه للعمليه، عمليه التصحيح الاول اسفرت عن نتائج قد اقول جيده، يعني ترى واحد بين 8 حتى 18. وبالنسبة للشعب العلمية يعني النتائج لا بأس بها. كملنا التصحيح الأول، مادة تسيير مالي تسيير محاسبي ومالي، شعبة تسيير واقتصاد. العلامات متراوحة ما بين دون متوسط إلى متوسط. لأنه ما كانوش فريمون ملاح، شوية كاين يداو مليح كاين يداو de très mauvaises notes، يعني كان 3 1 حتى 19 ولا بلوبار ما خدموش مليح.